حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج للنقاش على قناة عدن الفضائية. أهلا ومرحبا بكم. تظل عدن مدينة الحياة، مدينة العمل، لا وقت للفراغ عند أبنائها، لا بطالة، لا بؤس، لا وقت، لا هكذا يتحدث أبناؤها الذين عاشوا مرحلة ذهبية من تاريخ عدن. اليوم عدن التي كانت المدينة المفعمة بالحيوية، اليوم عدن ربما أصبحت أطلال لهذه المنشآت العمالية التي كان لها الريادة في شتى المجالات بعد أن طالها التدمير الممنهج والذي قضى على العمل والعامل وأقصى جهود عشرات السنين. اليوم سنستعرض قطرة من بحر الأسى الذي تركته أيادي العابثين في المؤسسات والمصانع التي كانت تشكل روح الحياة العمالية في عدن وفي المحافظات الجنوبية المجاورة. اليوم سنتحدث عن هذا الموضوع بشفافية، وسنفتح هذا الموضوع وسنتحدث مع ذوي الاختصاص. ابقوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة عدن الفضائية. اليوم وعندما نتحدث عن المصانع، هذه الحركة العمالية التي كانت تشهدها مدينة عدن والمناطق الجنوبية، على سبيل المثال نذكر مصنع ويتذكر الكثير وأكيد أيضا من عمال هذا المصنع، مصنع الغزل والنسيج الذي تأسس في العام 1971 للميلاد ويقع في مدينة المنصورة، مساحته تقدر ب 84 ألف متر مربع. هذا المصنع يمثل شاهدا بارزا ربما على الفساد الذي طالته البنية التحتية للجنوب، بالذات المصانع التي كانت ربما أكثر من 20 مصنع يعني في تلك الفترة، يعني وكانت ناجحة في إنتاجها، وكانت هذه المصانع تفي بتغطية احتياجات السوق المحلية. البعض الآخر منها كان يتم تصدير منتجاته إلى بعض الدول المجاورة. اليوم عندما نتحدث عن هذه المصانع ومن مصنع الغزل والنسيج الذي يعد أهم وأكبر منشأة حيوية اقتصادية كان في الجنوب بعد مصافي عدن، وعاش عماله تاريخا حافل بالمنجزات، ولكن ما حدث اليوم ربما
بعد ربما العام 90 تم تهميش مثل هذه المصانع وتم خصخصتها وتم القضاء عليها، تم تدمير بنيتها التحتية، تم السلب وسرقة معداتها، سرح الكثير من العمال عمال هذه المصانع إلى بيوتهم. أقل راتب ربما عندما سرح هؤلاء العمال يتجاوز، يعني لا يتجاوز 40 ألف ريال يمني، يعني يحيل لتقاعد وأربعين ألف ريال يمني يستلم. ربما كان عامل مصنع كان له دور، والبعض يعني يتجاوز 35 سنة كان يعمل في هذا المصنع ويستلم راتب بمعدل 45 أو 40 ألف ريال يمني. مدينة عدن كانت تحتضن معظم هذه المصانع الانتاجية وكل هذه المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاعين العام والخاص. لم يكن في الحسبان وفق ما يعتبر بعض أبناء هذا الوطن أن مؤسساتهم ومصانعهم ستكون عرضة للزوال بعد انتهاء تحديدا حرب صيف 94. الأرقام هذه تكشف عن إجمالي الطاقة البشرية التي سرحت من أعمالها وخصوصا في المناطق الجنوبية بعد إغلاق أبواب هذه المصانع وبعد إغلاق هذه المؤسسات العامة والخاصة، أو أنه خضع لقانون التقاعد الإجباري. وهناك أكثر من 467,649 عامل من أصل 604,200 عامل وموظف، معظمهم كانوا من الكوادر المؤهلة علميا وثقافيا. نريد أن نطرق هذا الباب اليوم لأنه نعم الكثير من العمال الذين صراحة سرحوا خلال هذه الفترة. الآن نتواصل مع الأستاذ أبو بكر عبيد رئيس الغرفة التجارية في عدن. أهلا بك أستاذ أبو بكر. أهلا، مرحبا أستاذ. بداية أحييك على استجابتك للتواصل معك، دائما أنت تلبي هذه الدعوة ونحييكم أيضا. أتعملكم. الله يحفظك. للأسف هناك بعض المسؤولين الذين لا يتجاوبون معنا رغم أن وجودهم مهم جدا في مثل هذه المواضيع الحساسة. أستاذ أبو بكر، يعني أكيد أنتم جئتم على حقبة هذه المصانع وهذه، يعني لو نتحدث عن هذه المصانع وخصخصتها، هناك كثير من الأسر يعني كان يعتمد أبنائها ويعملون بتلك المصانع، وكثير من العمال الذين كانوا أيضا يستلمون مخصصات مالية وعملوا لمدة أكثر من 40 عاما أو 35 سنة في هذه المصانع. هذه المصانع أغلقت يعني، وهذه المصانع يعني في عدن تعرضت للنهب وسلب آلياتها، تم الاستيلاء على مبانيها. يعني لو نتحدث أولا عن عدد المصانع التي كانت تعمل قبل عام 90. أولا أشكر قناة عدن على اهتمامها بهذا الموضوع الهام جدا وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة. نعم. لأنه لا تقوم دول واقتصاديات إلا بالصناعة. صدقت. الصناعة أساس كل شيء. نعم. أولا في دول مثل دولنا النامية الصناعة هي توفير للعملة الصعبة وتوفير للمواد الأساسية للمواطن وتكون بسعر مناسب. نعم. نحن حاليا تم تدمير جميع المصانع الموجودة في عدن بشكل ممنهج وبدون أن أعطاء العمال والموظفين حقوق، وهذا الظلم لا يجب أن لا يستمر ويجب أن ينظر إليه. لأنه لولا الصناعة في كل العالم، لماذا سميت الدول الخمسة الكبرى أو العشرة الكبرى أو ذا؟ لأنه لديهم صناعة، ليس لأنه لديهم شيء آخر. نعم. كثير من الدول لديها أموال أكثر من هذا، لكن لا ليست لديها صناعة وليس، لكن ما يتقدر هذه الدول بما لديها من مال، ولكن تقدر بما لديها من مصانع ومن أعمال ومن، لأنه أكثر حاجة هي المصانع التي تأخذ أولا توفر العملة الصعبة للدولة بدل الاستيراد، توفر العدد الأكثر من العمالة واليد العاملة. صح. يعني هو امتصاص للبطالة. نعم. لكن نحن نعاني من هذه المشكلة، وللآن يعني أرجو من الدولة أن تعمل جهدها كل من لديها الإمكانيات أن يساعد في ذلك، أن يعملوا تسهيلات. نعم. طيب الآن أستاذ أبو بكر، الآن هذه المصانع أماكن نعم. تواجدها موجودة في على الأرض في عدن، يعني ما مصيرها؟ نعم. لا هذه ليست موجودة الآن. لا يعني هي موقعها يعني صحيح موقعها في عدن الآن. ما انا عارف تقصدين ايش، ولكن انا اقصد لك ما هو مصيرها موجوده، لانها تم استثمارها في البناء.
في امور اخرى لا لها علاقه بالصناعه، يعني لا يلتزم البايع ولا يلتزم المشتري بهذه الصناعه بهذا الاتفاقيات او الخصخصه. نعم. الان لا يوجد مواقع، لان المواقع اللي كانت موجوده اكثر من 90% منها الان صارت مباني فلل غير ذلك، لا يمكن تعود ان تكون مصنع مره ثانيه في هذه الحاله. نعم. اصلا ما تم تعطيلها وما تم صرفها لجهات معروفه ولاشخاص معروفين الا لانه عشان يدمر الصناعه في المناطق الجنوبيه. نعم، طيب كل هذه يعني هذه المصانع كانت تعمل فيها أيادي عاملة من الجنسين، يعني في تلك الفترة كم هائل من العمال، هؤلاء العمال لديهم الكثير من الأسر، هؤلاء العمال أحيلوا للتقاعد بمبالغ مالية ربما ضئيلة، يعني إغلاق تلك المصانع أرهق كثير من العاملين فيها وأرهق كثير من الأسر، يعني في هذا الجانب اليوم ونحن تحررت هذه المناطق الجنوبية، ما العائق في أن تعاد حركة الصناعة وتعاد حركة المصانع في هذه المناطق لرفض الاقتصاد الوطني وتطويره؟ والله لا أعرف لماذا لا تستعاد. أنا كمان استغرب، لأنه نحن نفضل أن تعاد هذه المصانع، نفضل أن تعود الناس بدل البطالة والحالة الموجودة عندنا الآن، ولكن قد يكون يعني بسبب الحرب، لكن نتمنى أن الظروف تتحسن وتعود المصانع الصناعة إلى يعني إلى سابق عهدها، كانت توفر كثير من العمالة، توفر كثير من الخدمات للناس، من الأسعار المناسبة لأنه يكون صناعة محلية، توفر كثير من العمل الصعبة مثل ما قلت لك، بدل الاستيراد من الخارج صار يتوفر، وخاصة بعض المواد الأساسية التي لا نحتاج أن نستوردها من الخارج، وممكن يتم توفيرها محليا. نعم. حتى في مدننا هنا. نعم. لو نتذكر أستاذ أبو بكر في العام 2011، وتتذكروا أنتم كان ربما وزير الصناعة والتجارة سابقا، يعني في تلك الفترة يتحدث عن أنه سوف تعاد هيبة هذه المصانع من جديد، وتم رصد ميزانية في هذا الجانب، ما الأسباب؟ يعني في يعني كنا في السابق نقول النظام السابق هو السبب تدمير البنية التحتية في عدن، وكنا نقول أن النظام السابق هو سبب تدمير المصانع في عدن، وأنه بعد عام 90 هو سبب تدمير المصانع في عدن. الآن قد رحلت يعني هيمنة المركزية وهيمنة صنعاء والنظام السابق، ما الرسالة التي يجب أن توجه اليوم للقائمين على وزارة الصناعة والتجارة اليوم؟ صراحة نحن حاولنا التواصل مع وزير الصناعة والتجارة، ولكن للأسف للمرة الثانية لا يتجاوب معنا. حساسية الموضوع يجب أن والإعلام هي يعني وسائل الإعلام هي عملية تشاركية يعني ومساندة لهؤلاء المسؤولين، لكن للأسف نحن يعني نتأسف على أنه لا يتجاوب معنا مثل هذا المسؤول، وموضوع حساس مثل هذا إحنا كيف أنت بتكون على كرسي المسؤولية ولا تستطيع حل هذه المشكلة؟ والله أنا للأسف شديد لا ما أعرف أدره، لكن أنا أتوقع أنه لن تقوم قائمة للبلد إلا أن تكون في استراتيجية واضحة، لأنه ما مضى والإنسان يعني لازم نتعلم من أخطاء الماضي، لدينا إمكانيات، لدينا رجال أعمال لديهم إمكانيات هائلة، إن كانوا داخليا أو خارجيا، هو بس كيف ترتب البيئة للتاجر أو رجل الأعمال أن يعمل مصنعه في أمن وأمان، لديه كل الخدمات متوفرة، لديه البلد التي يرتاح فيها له ولأسرته. حاليا العالم كله مفتوح للتجارة وللاستثمار. نعم. يعني لا يمكن الواحد في أي دولة ممكن الآن الواحد يأخذ عنده ماله ويسافر ويلاقي كل التسهيلات، لماذا لا نكون نحن مثلهم؟ نعم صحيح. مع العلم أن لدينا الإمكانيات أفضل ولدينا الثروات في بلادنا والمواد الأولية شبه متوفرة في جميع من الصناعات، فهي بس استراتيجية وقرار سياسي وتهيئة للخدمات، تهيئة للبنية التحتية. نعم. إن كانت من اتصالات أو مواصلات أو طرقات أو ما شابه ذلك ومدارس، كل واحد بيجيب أولاده، يريد علم لأولاده، يريد علم أولاده، يريد
مستشفى نظيفه يريدها. صحيح. كل نواحي الحياه لانه ظروف مهيئه ويستثمر مال. ظروف مهيئه للعيش، ظروف مهيئه للعمل، ظروف مهيئه للبناء. نعم. فالحديث اليوم نعم. طيب هنا يعني المصانع ربما يعني انتهت بشكل كامل، لكن لا لو نعلم انه هناك مصنع ما زال موجود او مصانع ما زالت موجوده، كان في عدن او في لحج او في يعني في ابين او في هذه المناطق، مثلا في عدن مصنع الالومنيوم وفي عافي وفي ابين هناك كثير يعني ربما بعض محلق القطن في مصنع. نعم نعم. هل ما زالت يعني هذه المصانع موجودة يعني مصنع المعدن وتقدم موجود في عدن؟ نعم نعم، في مصنع المعدن يمكن الوحيد حاليا اللي أنا أفهم عنه، بس هذا المصنع مختلط. هذه من ريحة المصانع هذه من لا إله إلا الله. وأنا أعتقد أنه كمان بقى مستمر لأنه كان مختلط وليس كان ما كان 100%، عشان كذا لم يخصص فبقى استمراريته، لانه بقى معاهم شراكه مع القطاع الخاص واستمر القطاع الخاص في تمويله واستمر الان العمل، وانا اعتقد من انجح المصانع حاليا. في مصانع ثانيه ممكن متوقفه لكن كثير منها معداتها انتهت 20 25 سنه اللي انتهى يعني بسبب الاجواء بسبب او ان هذه الصناعه يعني اندثرت ولم تعد صالحه للاستمرار، لكن مثل ما قلت لك لا يوجد عندنا اشكاليه في عاده الصناعه وعاده هذا اذا 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 كان القرار السياسي وكانت البيئه مهيئه. فانا كرئيس غرفه التجاره وصناعه عدن اؤكد انه ما لا يوجد اي مشكله، وممكن خلال سنوات قليله ترين اكثر من المصانع اللي انتهت في السابق. نعم. الا نشعر انه العمليه قد تكون صعبه استاذ ابو بكر، يعني المصنع الواحد بيحتاج الى عده اجهزه، بيحتاج الى عده امكانيات، يعني الى بنيه تحتيه، الى مكان وموقع، يعني الا نشعر انه هذا الموضوع يحتاج الى يعني في صعوبه ويحتاج الى وقت كبير، ام انه الدوله قادره بعد التحرير باذن الله تعالى، وخصوصا انه المناطق المحرره، المناطق الجنوبيه محرره اليوم، يعني هل هناك عزيمة أم أنه ما زالت هناك معوقات وما زالت هناك نقص إمكانيات؟ يعني في يعني كثير من الدول التي تعرضت للحروب يعني نهضت وقامت ب يعني نهوض اقتصادها بهذه المصانع وبهذه الأيدي العاملة. والله أنا أعتقد أنه ما في إشكالية إطلاقا، في كل العالم صارت حروب وصارت مشاكل وانتقلت من وضع الى وضع افضل، ونحن لسنا اقل من الناس ولسنا اقل من تلك الدول، بالعكس يمكن نحن لدينا افضليه في امور كثيره. نعم. كموقع كخبرات لكن مثل ما اقول يعني انه العمليه هي عمليه تهيئه وقرار سياسي، ويحس المستثمر انه بينتقل الى منطقه امنه مستقره يقدر يضع امواله، لأن الخيارات الآن أمام المستثمر كثيرة في أي مكان. نعم. بعض الدول 200,000 دولار ويعطوك جنسية أو يعطوك إقامة دائمة. نعم. فيقول لك أنا أجي عشان بلد مثل وكلها دمار ولا كلها عدم استقرار. فهي عملية أمام المستثمر خيارات. حتى القوانين في العالم الآن انتهت موضوع القوانين الاستثمار، الآن صار ما هي الخدمات اللي تقدمها الدولة للمستثمر؟ يعني الان انا بخلصك في 24 ساعه يجي دوله ثانيه تقول لك في 8 ساعات في 6 ساعات، ماذا تعطيك الدوله؟ هذا تعطيك مثلا الارضيه بالمجان، بعضها تعطيك تسهيلات في قروض لانت مثلا 50% عليك و 50% على الدوله، هذه اللي تشجع الاستثمار وهذه اللي تشجع اعاده الصناعه وهذه اللي ممكن تنقل نحن من النقله اللي مرت علينا سنوات عديده ونحن من ازمه الى ازمه الى دوله تقدر على الاقل تعيش عيشه تريح شبابها خريجيها يحصلوا على اعمال يحصلوا على استقرار مادي واستقرار اجتماعي وممكن ينتجون افضل مما كنا ننتج في السابق. نعم صحيح. يعني من عام 90 استاذ ابو بكر حتى الان لم يسترجع اي مصنع، يعني ونؤمل بعد الحرب وبعد التحرير وأن تكون هناك يد يعني بناءة وتبني هذا الوطن، تبني مؤسساته الاقتصادية إذا تريد أن تبني هذا الوطن بحق وحقيقي، أما من يريد أن يهدم هو العملية مثل ما قلت لك يعني عملية
نحن نخرج من أزماتنا يعطوا ذي كل ذي حقا حقا، يعطوا من هو يعرف الاستثمار والتجارة يعطونه مسؤولية يتركون نحن شوية كذا كم سنين يريحون نحن من السياسة بدل منها عشرات السنوات ونتكلم في السياسة. نعم. ولم نتجه لهذه الأزمات وهذه المعاسي للبلد. نعم صحيح. كل وهذا اللي نطلبه فقط من الدولة وعلى استعداد نحن هذا بلدنا وعلى بلاد أولادنا وأحفادنا إذا لم نعمل فيها شيء فلن نعمل في بلاد الغير. نعم. ولكن مثل أنا دائما أقول للمسؤولين لا تضيع فرصنا، لا تضيع فرص أن التاجر أو المستثمر اليمني يروح للخارج ويستثمر، لأنه لو نجح هناك حتى لو صلحت بلادنا لن يعود إذا كان ناجح. فنحن يجب أن نستغل قبل ما يبدأون وقبل ما تروح لهذه الاستثمارات أن نهيئ لهم الـ نعم صحيح عشان يرجعون. صحيح أستاذ أبو بكر، صحيح أن الوضع الاقتصادي مرهون باستقرار الوضع السياسي والأمن في البلد، لكن أنه يجب أن نكون أن يكون هناك حلول وعمل بذائل حتى لا يتدهور أو ينهار الوضع الاقتصادي كما انهار يعني في هذه الفترة وفي هذه الظروف الاستثنائية. يعني إذا انتظرنا إلى الحل السياسي أو إلى الحل كما نتحقق ببعض الأمور الأخرى ستنهار الدولة بشكل كامل. فاستقرار صحيح. الدولة استقرار الدولة صحيح. باستقرار وضعها الاقتصادي ومعيشة الناس. صحيح. نحن على استعداد دائما نلتقي مع تجار ومستثمرين ويتواصلون. صحيح. والله يمكن عندنا نحن الأفضلية من كثير من الدول أن تجارنا ومستثمرينا يحنون هذا البلد ويريدون أن يستثمروا. هي بس مرحلة يجب نعم. أن نتجاوزها للخروج إلى آفاق أفضل للجميع، للمستثمر أن يحصل على أموال وعلى فوائد وعلى أرباح ويرتاح ويستثمر أمواله، وللبلد تستثمر وترتاح وتكون دخلها أفضل والناس تحسن دخلهم نعم. وتستقر الأمور بشكل عام. ما الدور المناط اليوم على وزارة الصناعة والتجارة في هذا الجانب؟ ما هي النقاط التي يجب أن توضع على وزير الصناعة والتجارة وعلى القائمين على وزارة الصناعة والتجارة للنظر في هذا الموضوع، لأنه نشعر أنه الموضوع هذا مغلق يعني معتم عليه؟ والله أنا صراحة بكون صريح، وزارة الصناعة خصوصا في المرحلة الأخيرة في بعض التجاوب معنا في أمور كثيرة. نعم. قد تحتاج بعض عمل استراتيجيات أو دراسات للخروج من هذا، وهذه مسؤوليتهم، وأنا أعتقد أنهم لديهم الكفاءات للقيام بهذا. نعم. لكن مثل ما قلت في السابق أنه يجب أن يستقر الأمن، يستقر البلد وتستقر الخدمات. يعني أنا ما أعتقد أنه واحد بيجي من بلد فيها صحيح وأسرته إلى ولد فيها مضطرب فيها حرب ومضطرب الوضع. آية. نعم. نأمل أن يستقر الوضع اقتصاديا أو سياسيا، المعذرة، يستقر الوضع سياسيا وأمنيا في كثير من الجوانب حتى يتم الاستثمار في هذا الجوانب وتبنى مصانعنا كما بنيت. لو نتذكر هذه المصانع صراحة ويتذكر عمالها هذه المصانع يعني ويتأسى على الفترة الزمنية التي كان يعمل فيها في هذه المصانع ويأخذ هذه المنتجات المحلية. أشكرك الأستاذ. نعم. أشكرك الأستاذ أبو بكر. أنا أقصد أنه كثير من العائلات تأثرت ووصلوا للفقر أو وصلوا للعوزر بسبب هذا التصرف السابق، ولكن لم نجعله يعني معيق للمستقبل، بالعكس نستفيد منه أنه يجب أن نعمل جميعا للخروج من هذه الأزمات ولا نعيد نكرر المشاكل السابقة. نعم. ونحن أمام بطالة وأمام شباب يريد أن يعمل، يريد أن يحصل على فرصة عمل، وهذه المصانع ستتيح وهذه المؤسسات ستتيح جانب مهم. أشكركم الأستاذ أبو بكر باع عبيد رئيس غرفة تجارية في عدن، شكرا جزيلا لتواصلك وتجاوبك معنا عبر قناة عدن الفضائية. مشاهدينا الكرام، الحديث عن هذا الموضوع يحتاج صراحة أن يكون معنا في هذه الحلقة مسؤولين متخصصين. سنحاول أن نفتح باب التواصل مرة أخرى ولكن من زاوية أخرى للحديث عن هذا الموضوع، يعني وكثير من الأمور التي
يعني تغلبنا عليها في السابق كما كنا نتعذر، وهناك كثير من تدمير الممنهج الذي كان هناك كثير من العاملات الذين اتجهنا للعمل في هذه المصانع منذ تأسيسها في عدن، وعملت تلك هذه الأيادي العابثة على إقصائهن في المنازل دون أدنى تعويض. يذكر حتى اليوم نهبت المكائن ونهبت الآلات واستولي على المباني، يعني وهذه الأمور التي تحتاج أن نتحدث عن هذه المصانع المزدهرة التي تحدثت عن فترة أمجاد عدن، وهناك كثير من المصانع التي ربما لا نستطيع أن نذكرها سردا اليوم في هذه الحلقة. سنكون معكم مشاهدينا الكرام للتواصل مع مختص آخر بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن المصانع المزدهرة التي كانت في عدن، ومن هذه المصانع نتذكر مصنع الأحذية الجلدية ومصنع الشهداء للملابس ومصنع تعاونيات الصناعات الجلدية، أيضا معنا مصنع البطاريات في خور مكسر، مصنع الرصاص، مصنع الدباغ الوطني ومصنع العطور الوطني ومصنع الطلاء والأميلشن، مصنع الطماطم، مصنع الألمنيوم، مصنع عدن لصناعة المشروبات ومصنع الإسفنج والأثاث المعدنية، مصنع الكبريت، مصنع السجائر والتبغ الوطني، وكثير من المصانع منها مصنع الزيوت النباتية، مصنع الثورة للمنتجات الحديدية، مصنع للأدوات الزراعية، مصنع أوسان للبسكويت، مصنع المشروبات الغازية، وكثير من المصانع التي كانت تحتل مكانة تحتلها عدن، هذه المكانة التي كانت حركة اقتصادية مزدهرة وكان هناك أيدي عاملة قوية تريد أن تحقق شيء، هناك حركة عمالية رائدة كانت للأسف سلبت حقوقها أيادي عابثة أقصت جهود كل هذه السنين، كل جهود هذه المصانع. هذه الشواهد البارزة التي يعني قضى عليها الفساد والذي طال البنية التحتية لعدن وفي المحافظات الجنوبية. ومن هذه المصانع لو نتحدث في لحج، هناك كان مصنع معروف بمصنع معجون الطماطم، كانت منتوجاته تغطي كافة المحافظات الجنوبية وتحصل على إثرها العديد من الجوائز العالمية المهمة. كان هناك مزارعين يعملون إلى جانب العمالة، كان هناك مزارعين ومساحات مزروعة وإنتاج محلي، مدخول نقدي جيد. هذا المصنع يدعى مصنع معجون الطماطم الفيوش الذي تعرض كغيره من المصانع للإيقاف والتدمير الممنهج، وهذه المصانع التي كانت تمثل المنقذ الأساسي للمزارعين في هذه السوق، وكانوا يسوقون منتجاتهم إليه حتى يستقر السوق وفق هذه العلاقة المستمرة ما بين المصنع والمزارع. توقف الإنتاج في عام 1993 طبعا بسبب ارتفاع الدولار في تلك الفترة، وفتح استيراد معجون الطماطم من الخارج. هناك الكثير من الأمور التي كنا نريد أن نتواصل ونتحدث بها ونتحاور ونتعرف على الأسباب
والحلول والإيجابيات مع المختصين، ولكن للأسف حاولنا أن نطرق أكثر من باب للحديث عن هذا الجانب، ولكن سنتيح الفرصة في حلقات أخرى للحديث عن هذا الموضوع لحساسيته، لأهميته، لدوره في أن يكون هناك رفض اقتصاد وطني، وخصوصا نحن اليوم نمر بظروف استثنائية ونحتاج لمثل هذه الجهود المبذولة. صحيح أنه بعض يعني الظروف التي يعيشها البلد وتحسن الوضع الاقتصادي مرهون بتحسن الوضع السياسي وبتحسن الوضع الأمني، ولكن نحن نقول أنه الوضع اليوم أفضل بعد 5 سنوات من التحرير، فنحن قادرين أن نهتم بهذه المؤسسات وندعم هؤلاء الشباب وحصولهم على فرص عمل بدلا من البطالة المتزايدة اليوم في أوساط الشباب. صراحة يؤسفني أن أنهي هذه الحلقة الآن لأنه لم يتجاوب معنا أو من المختصين الذين كنا نود أن نتواصل معهم في هذه الحلقة. حاولنا أن نتواصل مع وزير الصناعة والتجارة، ربما مشغول. تواصلنا مع نائبه، أيضا كان مشغول. تواصلنا أيضا مع بعض الوكلاء في وزارة الصناعة، أيضا مشغولين. فتواصلنا مع أكثر، طرقت صراحة أكثر من باب لأن أفتح هذا الملف وهذا الموضوع، ولكن سنفتحه مرة أخرى لنتعرف على كثير من الأمور المخفية وكثير من الأمور التي تحتاج لحلول، ولنتعرف عن ما هي الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومة ووزارة الصناعة في دعم هذا المجال وفي دعم الاقتصاد الوطني. مشاهدينا الكرام، هذا هو حصيلة أو هذه حصيلة حلقة اليوم من برنامج للنقاش. ستظل عدن مدينة الحياة، مدينة العمل، مدينة الكفاح، وسيظل الوطن دائما عال مزدهر بسواعد أبنائه. دمتم بخير، للقاء.